السلام عليكم طلاب السادس العلمي الاحياء والتطبيقي. اليوم رجعنا بالمحاضره الاخيره، طبعا هي محاضرتين قلت لكم اني بالنسبه للمعدلات المرتبطه بالزمن. المحاضره الاولى شرحت لكم خطوات الحل وشرحت جميع الملاحظات وانطيت تقريبا 5 أو 6 امثله اللي تخص الاشكال الهندسيه. هذه المحاضره راح نكمل بقيه التقاسيم مالتها، احنا مقسمناها على 5 اقسام. اول شيء كان اشكال هندسيه، بعدين اسئله السلم او مثلث قائم الزاويه، أسئلة الظل وأسئلة القطوع المكررة وأسئلة الدائرة، كلها راح تخلص خلال ساعة أو أكثر بشوية. قبل أن نبلش محاضرتنا، اللي يسيرون على الملازم مال أول 3 أقسام طبعا موجودة بالتليجرام PDF واضح وقليل أساتذة طبعا يشوفون PDFات، أنا ناشر لك إياها بقناة التليجرام. اللي يريد يطلبها راح أحط لكم الرقم مال مكتبة العربية. انا افضل تنتظرون منها تقريبا 10 ايام، خلينا نقول 1/5 حتى تكون عندك الفصل الرابع والخامس نازله همينه. اول 3 افصل والرابع والخامس اللي هي ماده الاحيائي تكون نازله. التطبيقي عندكم ملزمه اللي هي بها الفروقات بينكم بين بين الاحيائي، اللي مثلا مال اوميجا، التطبيقات، المبرهنات، هاي مجموعه بملزمه كامله، فانتظر تقريبا خلينا نقول 1/5 واطلب الملازم اذا تعجبك كلها، تطلب ملزمه الفصل الاول. من اخلص ال 24 ساعه كشرح على اليوتيوب راح تنزل ملزمه الرياضيات في 24 ساعه، تمام؟ نرجع لموضوعنا. الموضوع الثاني اللي هو اسئله مو سلم، اي شيء من راح تجي ترسمه يسوي لك مثلث قائم الزاويه. قبل لا اقرا لك السؤال باوي، هذا السؤال شنو؟ راح يعطيك فد جاك ارض افقيه واكو حائط، مع وياي هذا حائط وراح يجي يحط سلم. واحد يقول شعلي هذا موضوع المعدلات، احنا قلت لك المعدلات المرتبطه بالزمن، اي شيء يتغير ويا الزمن. هذا الازرق اللي هو السلم راح يتزحلق، راح ينزلق. مع وياي ايش قال لنا مثلا كان باع عليه بعد الطرف الاسفل عن الحائط، باعه ايش قد كان؟ خلينا نقول مثلا متر. من راح يتزحلق راح يزداد البعد، صح لا مو صح؟ بعد السلم كان هنا، من تزحلق اكو تغيرات صارت، بعد الطرف الاسفل عن الحائط وبعد الطرف الاعلى عن القاع، هاي الحركه بقى علي كان هيك. هو السلم تزحلق، اكو تغيرات، بس صح لا مو صح؟ صارت اكو تغيرات. فلهذا احنا قلنا اي شيء يتغير ويا الزمن هو راح نشتغله هنا بمنظور المعدلات المرتبطه بالزمن. احنا ايش قلت لك؟ نرجع على موضوعي، استاذ انت قلت لي عندك 5 خطوات تحل لك اي سؤال، انا قلت كلمتي. راح نقرا خطوات، عفوا، راح نقرا السؤال على السريع، شو يقول لك؟ سلم طوله 10 متر. سلم درج طوله 10 متر. يستند طرفه الاسفل على ارض افقيه، طرف الاسفل وين اكيد؟ من تخلي السلم انت، الطرف الاسفل على القاع والطرف الاعلى مثلا تشع الحائط. فيستند طرفه الاسفل على ارض افقيه وطرفه العلوي على حائط راس، يعني حائط هيجي بصوره عموديه. فاذا انزلق الطرف الاسفل، انزلق الطرف الاسفل مبتعدا عن الحائط بمعدل 2 متر على سكند عندما يكون الطرف الاسفل على بعد 8. المهم انا قلت لك من تقرا السؤال اول مره تفهم لي على مود تقدر ترسم وتخلي المتغيرات مالتك. اللي فهمناه استاذ عندنا حائط راسي وعندنا ارض افقيه وعندنا شنو؟ سلم. من جيت رسمت الشكل ايش طلع لك؟ طلع لك مثلث قائم الزاويه، اذا هذا النوع الثاني. اي شيء يكون لك مثلث قائم الزاويه مو شرط اسود السلم، صح احنا بالكتاب عندنا سلم بس جابوا طريقه متعامدان وجابوا ما صقر يتجه نحو ارنب، واكو اسئله تكون لك مثلث قائم الزاويه كلها نفس طريقه الحل. زين، استاذ انت قلت لنا اول شيء نرسم واخلي متغيراتي. 1 2 3 تعال باع وياي. هذه المسافه من هنا لهنا هي اكس، زين شنو هي؟ تكتب لها المسافه من هنا لهنا هي اكس؟ لا، هذا من هو؟ يا طرف ما السلم، الطرف الاسفل، هذا من هو؟ الحائط، اذا بعد الطرف الاسفل عن الحائط، هذا من هو اكس حائط، هذا الطرف الاسفل ما السلم، وهذا من البعد؟ هذا الحائط، اذا من هنا لهنا هو المسافه بين الطرف الاسفل ما السلم وبين الحائط، لازم تقول له الطرف الاسفل. إذا قلت المسافة بين السلم والحائط غلط، المسافة بين السلم والحائط يجوز من هنا لهنا، يجوز من هنا لهنا، فلازم تقول له المسافة
او البعد، بعد الطرف الاسفل عن الحائط. ركز لي عليه زين، هذه اكس، هذا من هنا لهنا، هذا شو اسمه؟ هذا اسمه الطرف الاعلى، صح لو مو صح؟ اذا بعد الطرف الاعلى عن منو؟ عن الارض الافقيه، شو اسميه؟ سميته واي. اذا حقول ليكن اكس بعد الطرف الاسفل للسلم عن الحائط، ليكن واي بعد الطرف الاعلى للسلم عن الارض الافقيه. طول السلم سميه زد، هذا طول السلم حنسميه زد. اذا استاذ اول خطوه جدا مهمه بما السلم. استاذ فهمته؟ راح احفظ لك اياه تدلل الرسم ولاني العبارات هم يعني اعتبرها خلاص راح انتهت. نرجع نقرا السؤال على كيفه. سلم طوله 10 متر، اذا من هو هذا طوله؟ دي على دي تي، لا استاذ ما قال لي معدل ومتر، 10 متر مو متر على سكند، هذا استاذ طول السلم مبين. اذا زد ايش قد؟ الزد 10. خلي شغله ببالك انت لازم كطالب تستنتجها. السلم اذا زحلق اذا ايش بيصير به؟ طوله راح يضل ثابت، صح ولا مو صح؟ الا ينكسر الا يرجع طوله. فالسلم طوله ايش به؟ ثابت، ولازم انت تعرف قبل الاشتقاق. يستلم طرفه الاسفل على ارض افقيه افتهمناه، وطرفه الاعلى على العلوي او الاعلى على حائط راسي افتهمناه اصحاب. انزلق الطرف الاسفل مبتعدا عن الحائط بمعدل. استاذ تعال هذه 2 متر على سكند، هذه دي على دي تي، المن عفوا هذه ال 2 متر دي على دي تي، المن وشنو اشارتها وليش؟ عيد وياي، انزلق الطرف الاسفل مبتعدا عن الحائط، يعني وين التغير بده يصير؟ قال لك بعد الطرف الاسفل عن الحائط، احنا بعد الطرف الاسفل عن الحائط سميناه اكس، انزلق الطرف الاسفل مبتعدا عن الحائط، اذا التغير صار بمين؟ باكس، اذا هذا دي اكس على دي تي. اشارته ما دام ابتعاد يعني زياده صار بالمسافه، اذا اشارته شنو؟ اشارته موجبه. كمل. وعندما يكون الطرف الاسفل على بعد 8 متر عن الحائط، هذا من هو؟ الطرف الاسفل على بعد 8 متر من الحائط، هذا قيمه اكس، ما دام بعد كلمه عندما يكون بعد الاشتقاق. نجي على اول مطلب، من يكون عندك مطلبين بالسؤال تعتبرهم سؤالين مفصوله، تعيد الخطوات الخمسه مرتين. جد معدل، اذا يريد دي على دي تي، معدل انزلاق الطرف العلوي. هو انت اذا تصفن ويا نفسك من راح يصير بيه تغير؟ الاكس والواي من ينزلق الدرج باع التغير بيه ما صار؟ صار بالاكس وباع وبالواي همين، طول السلم ايش قد ما يزحلق الدرج طول السلم راح يبقى ثابت. اذا جد معدل انزلاق الطرف العلوي، الطرف العلوي سمينا احنا؟ سميناه واي، اذا دي واي على دي تي. خطوه رقم واحد اهم شيء. خطوه رقم اثنين استاذ قلت لنا نكتب علاقه تربط متغيرات السؤال واي واكس وزد، وقلت لنا انت من قصدت لنا السؤال قلت لنا راسا تكتبون في ثاروس بعدين حكيتي الوتر تربيع زد تربيع مجموع ذني تربيع، يعني زد تربيع شو يساوي؟ اكس تربيع زائد واي تربيع، الوتر تربيع مجموع الضلعين القائمين تربيع، يعني كل هذا تربع واحد طبعا مو اكس زائد واي كل تربيع، دير بالك زد تربيع يساوي اكس تربيع زائد واي تربيع، هاي العلاقه الرئيسيه اللي تربط متغيرات السؤال. خطوه رقم ثلاثه بيناتنا، نجي عندي كم متغير؟ ثلاثه استاذ، يعني لازم نروح بيناتنا نسوي زد تو اكس وواي، حقول دي اكس على دي تي ودي واي على دي تي ودي زد على دي تي. دي اكس على دي تي عندي لازم الاكس يبقى، دي واي على دي تي انا اريد استاذ لازم الواي يبقى، دي زد على دي تي عندك بالسؤال هو رايده يعني 100% لازم من يطير لازم اطير الزد. زين استاذ ارجع انا قلت لك من يطير فد شيء لازم عندك فد فهم له، من لازم اشيل الزد لو هو ثابت ولازم اطيره، لو ما منطيني لا معدل تغيره ولا هو دا يريده. فالزد ايش فيه هنا قلنا؟ شنو الزد؟ الزد طول السلم، طول السلم ايش قد؟ 10 وثابت، وين اوديه؟ اعوضه قبل الاشتقاق. فعوضنا العشرة هنا، احنا طبعا هاي بيناتنا قالت لنا شيل الزد، حتى لو طالب ما فاهم انه الزد هو ثابت، باع وياي، حتى لو طالب ما فاهم انه الزد هو ممكن يبقى ثابت طول السلم، خلي يقول لي فهم. هاي اعطيتك انا،
هذا عندك هذا عندك هذا لا عندك ولا تريده لازم تشيل الزيت. رجعت تشوف لقيت استاذ من طين طول السلم اللي هو شنو ثابت عوضت قبل 10 تربيع 100 اكس تربيع زائد واي تربيع خلصت خطوه رقم 3 ما دام مقالي متغيرين راسا اروح بوجهي اشتاق مشتقه الثابت صفر مشتقه الاكس تربيع 2 اكس خلي دي اكس على دي تي زائد مشتقه الواي تربيع 2 واي ما دام اشتقيت الواي خلي دي واي على دي تي. خطوه رقم 5 لازم تجي تعوض بعض المجهول الرئيسي هو دي واي على دي تي دي اكس على دي تي عندي الاكس عندي الواي استاذ ما عندي قلت لك من عندك فد شغله ناقص ارجع على العلاقه الرئيسيه زد تربيع اكس تربيع زائد واي تربيع الزد عندك يا 10 تربيع 100 الاكس ايش قد 8 8 تربيع 64 اذا الواي تربيع حطلع على ما طلعه 100 ناقص 64 36 اذا هذا الواي تربيع طبعا الواي ايش قد الواي 6 راح اعوض 2 هاي 2 الاكس 8 دي اكس على دي تي 2 خلصنا هذا زائد 2 هي الواي ايش قد طلعنا 6 دي واي على دي تي 2 في 2 4 في 8 هاي 32 2 في 6 12 راح انقل هذا من هنا حيصير سالب 32 يساوي 12 دي واي على دي تي اذا دي واي على دي تي سالب 32 على 12 اختصر سالب اختصر على 4 حيصير سالب 8 على 3 اللي نستنتج يا شباب باعوا يا ليش طلع لي سالب؟ باعوا ليدي من راح ينزل الدرج باعوا الاكس شبيه ده يبتعد عن الحائط زين الواي ده يقترب الواي من راح يتزحلق الدرج راح يقترب عن الارض اذا ده يصير اقتراب اذا لازم المعدل ما تش يطلع سالب فهذا السؤال الجزء الاول من عنده نجي نفس السؤال ديري سرعة تغير الزاوية من تقرأ كلمة سرعة معناها شنو؟ معناه معدل يعني ايش دايريد استاذ؟ دايريد معدل تغير الزاويه اذا نرجع من خطوه رقم واحد ايش حضيف؟ لازم بين منو من بين السلم والارض استاذ حضيف هنا هذه ثيتا ايش حسميها؟ حقول ليكن من ثيتا الزاويه بين منو منو؟ بين كانما داخل سؤال من جديد بس الرسم موجود بين السلم والارض هذا من هي هذه؟ لتكن او ليكن ثيتا طبعا زين اذا مش دايري دايري معدل تغير الزاويه اللي هو حيصير يعني دي ثيتا على دي تي حتى لو قلت لك سرعه معناها معدل لان انت تعرف الدرج من راح يتزحلق بعد الزاويه بعد الزاويه بعد الزاويه بعد الزاويه بعد الزاوية دي صبي قاعد تقل الزاوية. استاذ فيثاغورس يفيدنا هنا بعد؟ قلت لك إذا تحكي بالأضلاع مال مثلث القائم الزاوية فيثاغورس من تحكي بطار الثيتا لو قانون الساين لو قانون الكوساين يعني علاقة رقم 2 تكتب لو ساين لو كوساين كيفك أنت بعد. الساين ايش يساوي؟ المقابل على الوتر. الساين مقابل على الوتر إذا الواي على زد. اجي عندي ثيتا وعندي واي وعندي زد ثلاث متغيرات نروح بيناتها خطوه رقم 3 دي واي على دي تي طلعته عندي اياه يعني بعد موجود دي ثيتا على دي تي انا اريده دي زد على دي تي استاذ ما عندي ولا انت تريده لازم منو اطير الزد ونفس المبدا عرفت انت بعد الزد ايش فيه قيمته ثابته تعوض قبل الاشتقاق الى زائد ثيتا واي على 10 ما دام مقالب بس ثيتا وبس واي نشتق طرفي العلاقه بالنسبه للزمن. ليش كتبت استاذ ساين؟ ما دام ديريد عندك معدل تغير الزاويه تكتب لو ساين لو كوساين. هسه ارجع لك واقول لك شو كنت تستخدم هذا وشو هذا. هذا سويته 1 على 10 بس اخذت ال 1 على 10 حتى تعرف انه هذا ثابت مضروب متغير. نشتق مشتقه الساين ايش قد؟ كوساين لازم حافظها وتذكرها باول محاضره. مشتقة ساين ثيتا كوساين ثيتا ما دام اشتقيت بالنسبة لثيتا شو تخلي؟ دي ثيتا على دي تي مشتقة 1 على 10 واي 1 على 10 مشتقة 10 واي ايش قد؟ 10 زين مشتقة 1 على 10 واي ايش قد؟ هم 1 على 10
لان هذا ثابت مضروب مثلا اعتبره بواي يبقى بس الثابت. واحد على 10 اشتقينا بالنسبه لواي، شو تخلي دي واي على دي تي. المجهول الرئيسي هو من هو؟ دي ثيتا على دي تي، دي واي على دي تي. هسه طلعته كوساين الثيتا استاذ ما عندي. لا ليش ما عندك؟ هو شنو هو الكوساين؟ الكوساين مجاور، مجاور هذا على يمن على الوتر، كوساين زائد مجاور على الوتر. اذا اكس على زد، عندك اكس، احنا من وصلنا خطوه رقم 5 لازم كل شيء عندك، عندك اكس وعندك زد. 8 على 10 وين تخليها؟ بمكان هذا. اذا 8 على 10 دي ثيتا على دي تي، 1 على 10 هذا مين جبته؟ هسه ما طلعناه سالب. 8 على 3 تروح 10 ويا 10 و8 ويا 8، اذا دي ثيتا على دي تي سالب 1 على 3 راديان على سكند. اذا المطلب الاول مال معدل انزلاق الطرف العلوي ما مطلوب، دي واي على دي تي. ايش تستخدم؟ تستخدم قانون الكوساين، لان الكوساين شنو هو؟ هو اكس على زد. حتى من تشتاق ايش يصير عندك؟ يصير عندك دي اكس على دي تي اللي هو معطى بالسؤال. لان اذا استخدمت انت هذا دي واي على دي تي حتقول استاذ لازم اطلعه، وهو مطلوب يجوز من عندك بخطوه رقم 1، هنا لا مطلوب وطلعته انت فتقدر تستخدم السالب. زين اذا منطق دي واي على دي تي، يعني او مراي اذا احسن قال لك سرعه تغير الزاويه، فيا احسن لك، الاحسن لك هو الكوساين. ليش؟ لما حتشتاق حيصير عندك دي اكس على دي تي اللي هو موجود بالسؤال. فاستاذ يا هو اختار الساين او الكوساين حسب الموجود. شوف منو عندك دي واي على دي تي استخدم ساين، دي اكس على دي تي عندك استخدم كوساين، اثنيناتها عندي انت بكيفك بعد. بهذا السؤال اثنيناتها عندي، لان دي اكس على دي تي معطاك بالسؤال والدي واي على دي تي انا طلعتها، فهاي براحتك بعد انت تستخدم ساين او كوساين بكيفك. ابتعد لي عن التان الله يخليك، تمام؟ ابتعد لي عن التان لان تصير حصل حاصل مشتقة دالتين، ابتعد لي عنها. هذا السؤال اكو سؤال نفسه بالضبط، بس حشوفك شنو الفروقات اللي بيناتهم. هذا السؤال الاول احلك السؤال الثاني بصوره مبسطه اشوفك شنو الفرق، حتى من تقرا تعرف شلون تقرا انت. تعال وياي. ضاعوا وياي بالسؤال الثاني اللي هو بالضبط يشبهه، بس حشوفك شنو الفروقات. اول فرق راح اركز لك عليه هو نفس الرسم، نفس المتغيرات، حتى لحد خطوه رقم 4 هو نفس الشيء، بس من تحل لازم تنتبه. اول شيء ذاك السؤال كان منطيك سلم طوله 10 متر، احنا راسا سلم يسر الطرف والاسفل على الارض الافقيه، اذا طول السلم منطقيا، فتعرف شنو الفرق؟ تخلي سوني قدامك. نفس الحكي طرف والاسفل على الارض الافقيه وطرف ولا على على حائط راسي، انزلق الطرف الاسفل مبتعد عن الحائط بمعدل 2 متر على سكند. كان ايش منطيني ذيك الساعه؟ منطيني بعد، هذا كان منطيني اياه. بهذا السؤال هذا ما عندي بعد الطرف الاسفل، العفو بعد الطرف الاسفل عن الحائط ماكو، هذا شو اعطاني بمكانه؟ اعطاني عندما يكون قياس الزاويه بين السلم والارض، هذه اللي هي الزاويه بين السلم والارض هي تباعد على 3، تعال جد معدل انزلاق الطرف العلوي فقط مطلوب واحد. اذا من نجي عليه ماكو داعي لك اياه، نفس الشيء على السريع ترسم هذا الشكل، بعد الطرف الاسفل عن الحائط اكس، بعد الطرف الاعلى عن الارض هو واي، زد هو طول السلم، الثيتا الزاويه بين السلم والارض. منطيك همين نفس الشيء طلاب، معدل انزلاق الطرف الاسفل اللي هو دي اكس على دي تي ونفس الرقم منطيك. اذا يريد معدل انزلاق الطرف العلوي اللي هو دي واي على دي تي، الفرق هنا بمكان ما انطاك الاكس انطاك ثيتا، بمكان ما انطاك عندما يكون بعد الطرف الاسفل عن الحائط 8 ذاك السؤال انطاك ثيتا. اذا الفروقات اول شيء طول السلم ما عندي نعرف بيش ياثر، والثيتا ليش اعطاني اياها مع انه هو ما يريد معدل تغير الزاويه؟ ما انطاني هذا. خلينا على خطواتنا، اول خطوه نفسها، ثاني خطوه نكتب علاقه تربط متغيرات السؤال. انت ايش تريد؟ تريد دي واي على دي تي، اذا في فيثاغورس اللي يربط لك الزد والواي والاكس، نفس الشيء فيثاغورس زد تربيع يساوي اكس تربيع زائد واي تربيع. خطوة رقم 3 باع وياي كل الزيادة. ثلاث متغيرات عندك، دي اكس على دي تي معطاك بالسؤال لازم الاكس يبقى، دي واي على دي تي انا اريدها اذا الواي لازم يبقى،
دي زد على دي تي لا عندي ولا هو يريد، اذا لازم نشيل الزد قبل لا اشتق. جيت تدور ما عندك الزد، الزد ما منطي قيمته هنا. اذا شنو اللي راح اسوي؟ شنو البديل؟ فكر هيك هيك، صار شلنا الزد عوضناه ناره، الزد كان 10 عوضناه طيرناه. هو الزد ايش قد شباب؟ ايش بيه عفوا هو الزد؟ الزد ثابت، اذا انطاك 10 انطاك 20 من هتعوض هنا من راح تشتق ايش قد راح يصير؟ راح يصير صفر. فبس هذا السؤال الوحيد، جيت رجعت تريد تعوض الثابت، يابا الزد ثابت اعطيني قيمته. حبيبي انت الزد ما دام ثابت من حتشتق ايش قد حيصير؟ صفر. فهذا السؤال الوحيد اللي لازم نشيل الزد بس ما عندي قيمته، روح اشتق ومشتقة الثابت صفر. فانت بينك وبين نفسك اعتبر منطق يا 10 من هتعوض 10 هنا تربيع 100 من تشتق ايش قد تصير؟ صفر. فقول له يابا ما اريد، حليت اول مشكله، ما اريد الزد، لا خفت عليك الزد ما اريده. اذا فرق ذاك السؤال، عوضنا الزد ومن اشتقينا طلع صفر هنا، انا ما عندي الزد، امشي نفسي ايش اقول؟ اقول الزد هو ثابت ومشتقة الثابت صفر. نفس الاشتقاق، مشتقة الاكس تربيع هي 2 اكس، ايش اخلي دي اكس على دي تي. مشتقة الواي تربيع هي 2 واي دي واي على دي تي. اذا اللي حط خطوة رقم 4 احنا وصلنا نفس المكان. فرق وحيد انه الزد ما عندي، راسا اشتقيت. هنا انا مشكلتي. جيت المطلوب الرئيسي بالسؤال هو دي واي على دي تي. عندي طرق دي اكس على دي تي. لا عندك اكس ولا عندك واي ولا عندك اصلا زد. هي هاي المشكلة هنا. جدا روح بالسؤال، احنا قلنا كل شيء بعد كلمة عندما يكون بعد الاشتقاق استفادنا عنده. زين. هسه انا خليني افكر ويا نفسي شوية، استاذ انت تريد دي واي على دي تي منطيني بس هذا، استاذ لا منطيني الله يخليك لا اكس ولا منطيني الواي ولا منطيني الزد. مو بقى لي غير الثيتا. زين، هفكر شلون اربط بين الاكس والواي والثيتا؟ من اللي يربط لك المقابل؟ هاي الثيتا. من يربط لك المقابل والمجاور؟ اذا التان. خلينا نروح نشوف، هاي مو علاقه رئيسيه، هاي دا احاول القى علاقه بين الاكس والواي، ما عندي لا اكس ولا واي، دا اريد اسوي العلاقه بيناتهم عن طريق الزاويه، هاي مو علاقه رئيسيه، هاي خطوه رقم 5 نعوض احنا كل شيء ما عندي. اذا هنا تنتبه، بس هذه الخطوه اللي تنتبه لها خطوه رقم 5، هذا الفرق بين السؤالين. فرحت على الزاويه، قلت اللي يربط لي بين المقابل والمجاور هو التان، قلت التان الثيتا واي على اكس. تان الباي على 3 اللي هو 60 واي على اكس. باعوا وياي. ساين ال 60 اخاف واحد ما يعرف طلع التان، انتم الساين والكوساين حافظين بالفصل الاول. ساين الباي على 3 ايش قد؟ جذر 3 على 2، والكوساين نص، هو التان شنو هو؟ ساين على الكوساين، اذا جذر 3 على 2 على يمن على النص. راح تروح 2 و 2 شو يبقى لك؟ يبقى لك جذر 3. فاذا هو المفروض شيء يجيب لك يا زوايا الباي على 3 والباي على 6 والباي على 4، لازم تحافظ الساين والكوساين، قسم الساين على الكوساين يطلع لك كذا. اذا استاذ هاي المشكله. اذا تان الباي على 3 جذر 3، طرفين في وسطين، واي في 1 واي، جذر 3 في اكس جذر 3 اكس. وين اودي هذا؟ راح اعوضه بمكان الواي، باع على يدي. 2 اكس هيانا، دي اكس على دي تي ايش قد منطيني اياه؟ منطيني اياه 2 هيانا، زائد هذا زائد 2. ايش اخلي بمكان الواي؟ اخلي جذر 3 اكس، هذا يعني هذا الاثنين دي البارك هم الاشتقاق وجذر 3 اكس، وهذا اللي اريده بالسؤال. 2 اكس في 2 4 اكس، هذا بقى نفسه 2 جذر 3 اكس دي واي على دي تي. جبت ال 4 اكس منها صارت سالب 4 اكس يساوي 2 جذر 3 اكس دي واي على دي تي. اذا دي واي على دي تي سالب 4 اكس على 2 جذر 3 اكس، هذا يعني حيروح الاكس ويا الاكس، والاربعه ويا من ويا الاثنين، هنا ايش حيبقى لك؟ هذا المفروض هنا الناتج يطلع سالب 2 على جذر 3. فباع شو استفادت؟ من شنو؟ من الزاويه. استاذ الفرق بين اللي افتهمناه، الفرق بين السؤالين انه هو ما منطيني طول السلم، وطول السلم خلي يولي ما اريده، صح؟ مو كلش اثر علي لانه هو السلم ثابت ومشتقه ثابت صفر. بس من الاثر علي هنا هذا الاكس ما انطاني ولا منطيني الزد، لاص السؤال علي لا عندي اكس ولا عندي واي، تيجي تخلي تفكيرك كله وين بالثيتا؟ تقول شلون اربط بين الواي وبين الاكس؟ عن طريق التان
سويت علاقه بين الاكس والواي، عوضتها راحت اكس وي اكس وانتهى السؤال. ليش طلع لي سالب؟ لان معدل انزلاق لان الطرف العلوي هم راح يقل. فهذا انتبهوا له شباب طلاب، هذا الفرق بين السؤالين جدا مهمات. نبدي بالقسم الثالث اللي هو اسئله الظل. نجي طلاب على القسم الثالث من المعدلات المرتبطه بالزمن. القسم الثالث انا سميت لك اياه اسئله الظل، وقلت لك من كتبت لك التقسيمات قلت لك العلاقه الرئيسيه هي تشابه المثلثات. قبل لا ابدي لك بالسؤال بس خل اشوفك شلون تشابه المثلثات، شنو اقصد اسئله الظل، فشي بسيطه لك حتى ما يصير صعب عليك السؤال اللي نجي نحكي او نشرحه. مثلا حيقول لك طبعا خلينا نقول عمود عندك او فتشي عليه مصباح، اوكي؟ واكو فد جسم دا يتحرك دا يقترب او دا يبتعد. خلينا نقول هذا الجسم اللي هو رجل او اي شيء كان. هذا الجسم او الرجل خلينا نقول دا يبتعد عن العمود. زين، انت استاذ نطيت مزدن الاثنين. عمود فوقه مصباح وفد جسم هنا. شنو بعد عندك حيدخل؟ هذا الضوء من حيضرب على هذا الجسم راح يصير عندك ظل وين؟ حيصير ظل هنا، صح ولا مو صح؟ حيصير ظل، انت شايف تمشي بالشارع يصير ظل مالتك على الشارع، صح ولا مو صح؟ فبعد شنو عندي استاذ؟ شنو راح يتغير؟ قول لي تعال. هسه انا اوكي فهمت، بس احنا موضوعنا معدلات مرتبطه بالزمن. استاذ شنو بده يتغير؟ المصباح، العمود، طول الرجل، شنو بده يتغير؟ هذا الرجل من ده يمشي ده يبتعد عن منه؟ ده يبتعد عن العمود، إذن اكو ده يصير تغير بمن؟ بهاي المسافة، إذا خليت هاي المسافة لازم أرمز لها فد رمز. بعد طول الظل كل ما تتمشى أنت بالشارع نشوف طول الظل مالتنا يتغير، إذا طول الظل راح يتغير. راح أجي أكمل المثلث مالتي حيصير عندي هيجي. فحيصير عندنا مثلث كبير ومثلث صغير، لهذا حتكون العلاقة الرئيسية تشابه المثلثات. شلون راح أوضح لك بالسؤال أكثر؟ فهذا فقط للتوضيح. نجي على تعرف شلون حيصير عندك مثلثات كبيرة. نجي على السؤال مالتنا، عمود قلنا استاذ احنا عندنا خمس خطوات تحل لنا اي سؤال، وهاي انت قلتها، انا اقصد قلتها. عمود طوله 7.2، اول شيء راح نرسم، تعال حاصل لك رسم بسيط هنا حتى تعرف هذا شلون اجى. عمود طوله 7.2، هذا عمود، هذا 7.2. في نهايه شنو اكو؟ بنهايه اكو مصباح استاذ، هذا مصباح. يتحرك رجل طوله 1.8 وابتعدنا على العمود، اكو فد رجال هنا طوله 1.8 شبيه يبتعد على العمود، هذا رسمت لك مثل ما تريد. بسرعه 30 متر على من تجد معدل تغير طول ظل الرجل؟ استاذ قال لي ظل، وين ارسم الظل؟ الظل مالتنا هذا عندك مصباح، الظل وين حيصير؟ حيصير على القاع. شنو الشغلات اللي قلت لك لازم بعد ترسمها؟ المسافه بين الرجل والعمود، وخليت انت العمود والرجل، الظل، المسافه بين الرجل والعمود. خلي كمل المثلث قلت لك مالتك، فراح يصير عندك هذا الشكل. فانا خلي مسحه لان انا راسم لك هذا عمود طوله 7.2، ثبتت طول العمود لان طول العمود ما يتغير ويا الزمن، ثبتت لك طول الرجل لان طول الرجل اوكي يتغير ويا الزمن، هو اكيد الانسان يطول بس مو خلال ثواني او خلال دقائق، هو دا يتمشى هو طول الرجال، ماكو حكي صح. بعض واحد يقول استاذ معدلات مرتبطه بالزمن، الرجال راح يزداد طوله، يعني احنا بنحكي خلال دقائق محدوده، يعني هذا مصباح والرجال دا يمشي ويطول، ماكو حكي صح ولا مو صح؟ فطول الرجل حيبقى ثابت على متر و80، انا طول منه طبعا، يمكن ما يبين طولي بالتصوير. شنو عندك اللي راح يتغير؟ بعد الرجل عن العمود، من دا يتمشى بعده عن العمود شبيه دا يتغير، وطول ظل شبيه دا يتغير. اذا الرموز المن حتكون البعد بين الرجل والعمود، سميته شنو؟ اكس. اكس بعد الرجل عن العمود، المسافه بين الرجل والعمود بكيفك انت. هذا يتغير لو ما يتغير، كل ما تبتعد عن عن العمود او المصباح طول الظل مالتك راح يزداد. هاي روح جربها، اطلع بالشارع جربها. سميتها واي. اذا المتغيرات اثنين احتاج، استاذ هذا عمود ما يتغير طوله، هذا رجل ما يتغير طوله، اذا ذني كلش كافيه.
خطوة رقم واحد خلصناها، لا نجي نقرأ السؤال على كيفنا. عمود طوله 7.2 متر ثبتناه ثابت في نهاية المصباح. هذا المصباح يتحرك رجل طوله 1.8، هذا الرجل مبتعدا عن العمود وبسرعة 30 متر على المنت. أي سرعة هي معدل؟ من يقول لي سرعة هي معدل؟ إذن دي على دي 30 متر على المنت. هذا دي منو؟ الرجل اللي طوله هالقد يبتعد عن العمود. إذن منو دي يتغير؟ بعد الرجل عن العمود. إيش سميت أنت بعد الرجل عن العمود؟ سميت إكس. إذن هذا دي يتغير دي إكس على دي تي. جبت معدل، ايش دا يريد؟ دا يريد دي على دي تي. علما جبت معدل تغير طول ظل الرجل، سميت الظل واي. اذا دي واي على دي تي، ولسه قال بالغ هي اكس واي. منطق واحد يريد الثاني، ما بيها ما تقبل غلط. خطوه رقم واحد فينش. نجي على خطوه رقم اثنين، نكتب علاقه تربط متغيرات السؤال. استاذ برقبتك انت قلت لنا تشابه مثلثات. أنا قد كلمتي يا مثلثات راح ناخذ المثلث الكبير مبين الـ A والـ B والـ C، والمثلث الصغير D C. عفوا هذا المفروض D C، هذا E. أوكي، فتشابه المثلثات A B C كبير والـ D C E صغير. شنو مقارنة تشابه المثلثات؟ الضلع الكبير على الضلع الصغير، الضلع الكبير على الضلع الصغير تابعه هنا. أنا قلت لك مرتين ضلع كبير وضلع صغير، مرة بصورة، مرة بالطول، مرة بالعرض. نجي بالطول، وأنا الضلع الكبير 7.2 ثبته على الضلع الصغير هم بالطول 1.8 هذا يعني. نجي هسه شنو بالعرض؟ الضلع الكبير يعني مال المثلث الكبير ايش قد طوله؟ اكس زائد واي، هذا اكس زائد واي. الضلع الصغير بس واي بالطول وبالعرض. بالطول بقى علي دي، الضلع الكبير على الضلع الصغير 7.2 على 1.8. بالعرض الضلع الكبير x زائد y على الضلع الصغير بس y. اذا استاذ بس شوي خلينا نرتبها، 7.2 على 1.8 هذا 4، هذا نفس x زائد y i، عفوا x زائد y على y، طرفين في وسطين حيصير هذا في هذا 4y يساوي x زائد y. هذا الواي راح يجي من هنا راح يصير 4y ناقص y حيصير 3y يساوي x. هاي خطوة رقم 2 خلصت. خطوة رقم 3، ما دام متغيرات 2 خطوة رقم 3 ما تحتاجها. قلت لك الا 3 متغيرات نحتاج خطوة رقم 3، لان قد احد المتغيرات ممكن تنحذف. ما دام متغيرات 2 راسا نروح وين؟ على خطوة رقم 4. شو تقول؟ نشتق طرفي العلاقة بالنسبة للزمن مشتقة لثلاثة واي ثلاثة. شو تخلي؟ دي واي على دي تي. مشتقة الاكس واحد، شو خلي؟ دي اكس على دي تي. خطوة رقم 5 تعال خلينا نعوض. انت من المجهول مالتك؟ المجهول مالتي استاذ دي واي على دي تي اللي هو معدل تغير طول الظل. عندك دي اكس على دي تي 30، هاي الثلاثة هي مال اشتقاق. اذا دي واي على دي تي 30 على 3 10 متر لكل دقيقة. الظل دا يتغير ولازم يطلع لك موجب، لأنه قلت لك من تبتعد الطول الظل هم راح يزداد. إذا هذا السؤال الوحيد اللي حنحله على القسم الثالث. أكو بعد سؤال نفسه وزاري بس بمكان الرجل، حطوا لك سفينة وفنار وميناء، نفس المبدأ بالضبط، حتى نفس الأرقام تطلع لك. بس أكو واحد وزاري أحلك يا ويا وزاريات، يكون المصباح بجوا. نروح سوين؟ نروح على القسم الرابع. اهم شيء تعرف انت من تجي تعيده ورايا شلون رسمت هذا الرسم؟ ليش الاستاذ ثبت هذه الارقام؟ ليش فرضت هذا؟ لان قلت لك احنا بالمعدلات مرتبطه بالزمن، دائما متغيراتك اللي ترمزها لازم شغلات تتغير، فافهم بعدين احفظ يصير عليك اسهل. نروح على النوع الرابع اللي هو اسئله القطب. نكمل طلاب الجزء ما قبل الاخير اللي هو اللي انا قسمته كتبت القطع المكافئ، الاسئله المتعلقه بالقطع المكافئ. انا صحيح اعطيتك 5 خطوات للحل وقلت لك تحل لك اي سؤال، اعطيتك ملاحظات كافيه وقلت لك روح. بس انا قبل لا حبلش لك بالسؤال حفهمك شلون رابط القطع المكافئ ويا المعدلات المرتبطه بالزمن. هذا اللي الفهم حشرحه ويفيدك كلش.
كل ما انا قلت لك اكو على خطوات السر خمسه اقدر اشرح لك السؤال، بس لا من تفهمه انت بعد اي سؤال يجيك راح تقدر انت تحله. باعوا يعني. خلينا ناخذ قطع مكافئ، اي قطع مكافئ مثلا قطع مكافئ بورت على محور السينات اللي هو هذا. هذا قطع مكافئ بورت وين؟ على محور السينات. شلون حيربط لك؟ شنو المعدلات المرتبطه؟ شعلي شنو المعدلات المرتبطه؟ قطع مكافئ واقف شعلي. وايش حينطيك؟ هذا بالسؤال وبالاسئله اللي راح تجيك. راح ينطيك فد نقطه هنا ام اللي هي باحداثي اكس واحداثي واي اكيد. هذه النقطة راح تتحرك على منحني القطع المكافئ. باعوا وياي، من تتحرك ايش حيتغير بيها؟ راح يتغير احداثي اكس واحداثي واي ويا الزمن. اذا حيصير عندك، لان هو حيقول لك اكو انت بقطع مكافئ، قطع مكافئ كل شيء ما ابي، قطع مكافئ مرسوم واقف. بس حيقول لك عين اكو نقطة قاعد تتحرك على المنحني مالتك، على المنحني اقصد على هذا، على منحني قطع المكافئ. النقطة بها اكس واي، بتتحرك النقطة شباب حتحرك على المنحني حيتغير احداثيها، ايش دا اقول؟ حيتغير احداثيها سين وصادي ويا من يتغير اكيد ويا الزمن. لهذا حيكون عندك معدل تغير الاحداث السيني، معدل تغير احداث الصادي. بس هاي استاذ لا، ايش حينطيك هو بعد؟ حينطيك في النقطة هنا ثابتة مثلا، خلينا نقول 4 بصفر. اوكي؟ اكيد اكو بعد بين هذه النقطه المتحركه والنقطه الثابته، خلينا نسميه مثلا اس. زين، من النقطه هاي راح تتحرك، هذا البعد راح يظل نفس ما هو 100%؟ لا. من راح تجي مثلا النقطه هنا، البعد ايش فيه؟ البعد بين النقطه المتحركه والنقطه الثابته ايش فيه؟ تغيره. اذا من هيك موضوع انت شلون ربطنا ويا المعدلات المرتبطه بالزمن؟ طيبك فد نقطة قاعد تتحرك، أنت لازم تعرف إنه اكو حيصير تغير بالإحداث السيني وتغير بالإحداث الصادي، وحربط لك إياها ويا نقطة لخة ثابتة. كل ما تتحرك هاي النقطة المتحركة راح يتغير المسافة ويتغير البعد بين النقطتين، يعني إذا اكو معدل بتغير البعد بين النقطتين، يعني هذا كفهم. لك حتى تعرف، حتى أجي أرسم لك تتفاجئ أستاذ شلون رسم هذا الرسم. فشنو طلع؟ بعد ما فهمتك شلون صار الربط بين قطع المكافئ والمعدلات حتى تقدر ترسم، اذا اشرح لك سؤال راح تعرف شلون ترسم. هواي اكو ملازم، انا ما احكي على الملازم ولا احكي على اساتذه، بس من قصد انه ما يرسمون. انت اهم شيء تبين للطالب هذا الرسم حتى يعرف شنو بده يتغير وش بده يصير عندك. ففهمتك، تعال نجي نحل السؤال على كيفنا، احد الاسئله المهمه وهواي طلاب يعانون من عندها. لتكن ام نقطة متحركة على منحنى القطع المكافئ، راح نقرا السؤال على السريع، ارسم وخلي المتغيرات وبعدين نقرا مرة ثانية. لتكن ام نقطة متحركة على منحنى القطع المكافئ، اكو نقطة قاعد تتحرك اسمها ام، هذه المعادلة مال القطع المكافئ بحيث معدل ابتعادها عن نقطة ثابتة 7 بصفر على محور السينات هذه يساوي، هل كم جد المعدل الزمني لتغير الاحداثي السين من النقطة عندما يكون الاكس 4؟ شنو اللي افتهمته هسه انت؟ افتهمت انه لازم ترسم قطع مكافئ، صح؟ وشنو بعد عندك؟ عندك نقطة قاعد تتحرك وعندك نقطة ثابتة، تعال خلينا نرسم ونخلي الثوابت مالتنا ونخلي العفو المتغيرات مالتنا والثوابت طبعا عندنا نقطة ثابتة. شو ارسم؟ راح ارسم قطع مكافئ، تعرفون طلاب انتم القطوع المكافئة ماخذينها بالفصل الثاني، فتعرفون هذا قطع مكافئ بورت على محور السينات الموجب يعني علينا، هو ما ياثر اذا رسمته غلط، بس انت لازم ما دام ماخذ الموضوع لازم ترسمه صح. فرسمت قطع مكافئ بورت على محور السينات، شنو عندي؟ عندي نقطة متحركة، شنو هي؟ ام. هذه الام احداثيات بها اكيد النقطة اكس واي، فلتكن ام اكس واي، ها هي. شنو عندك بعد؟ اكو عندي نقطة لخة ثابتة اللي هي شقد؟ 7 بصفر، سميتها ان 7 بصفر، هاي 7 بصفر كل شيء ما بها معدل زمني لان هي نقطة ثابتة وواقفة، التغيرات كلها بالنقطة ان. شنو بعد عندي؟ من راح تتحرك قلت لكم النقطة ان بهالاتجاه او باي اتجاه، من تتحرك النقطة ان ايش راح يصير؟ راح يتغير احداث السيني والصادي، صح ولا مو صح؟ وراح تتغير المسافة بين النقطتين او البعد بين النقطتين، اذا احنا رمزنا للنقطة M X Y اللي متوقعها هي راح تتغير، تتغير احداث السين واحداث الصادي، بعد شنو لازم ارمز؟
استاذ النقطة N 7-0 هاي ثابتة. المسافة بين النقطتين اللي راح تتغير لازم ترمز لها رمز، فسمينا S اللي هو المسافة بين النقطتين. نرجع نقرأ السؤال على كيفنا مع وياي. لتكن M نقطة متحركة على منحني القطع المكافئ Y تربيع يساوي 4X. استاذ افتهمناها، منطيني الام وخليناها استاذ هاي معادله قطع مكافئ منطيني اياها، خليت لك اياها هنا وكاتب لك شو اسوي بيها ما اعرف تفيدني ما تفيدني، خليتها على صفحه كمل. بحيث معدل خطين تحت كلمه معدل، من سمعه معدل معناه خلي نسوي نفس ما نعرف هذا شو احنا، من سمعه كلمه معدل معناه دي على دي تي. المن هذا الدي على دي تي وشنو اشارته؟ بحيث معدل ابتعادها عن النقطة 7-0 يساوي هالقد. باعوا وياي شنو معنى ابتعادها؟ بحيث ان معدل ابتعاد النقطة قصده ابتعادها، هذا يحكي عن نقطة M، ابتعاد النقطة M عن النقطة 7-0 هالقد. هعيد لك، بحيث معدل ابتعادها، ابتعاد منو؟ ده يحكي كله عن نقطة M، لتكن نقطة M متحركة، بحيث ان معدل الابتعاد من نقطة M عن النقطة 7-0 هالقد. احنا سمينا البعد بين النقطتين، سمينا المسافة بين النقطتين، سمينا S، اذا هذا DS على DT. هو اي معدل دي على DT؟ قال لك معدل ابتعاد النقطة M عن النقطة الثابتة 7-0، اذا هذا دي اس على دي تي. 0.2 يونت، ما محددك سنتيمتر، ما محددك باي شيء، يونت على سكند، اشارته موجبه لان ابتعاد، تمام، ابتعادها ترجع هذه على الام عن النقطه المتحركه. زين، جد المعدل الزمني، يعني تعال طلع دي على دي تي المن لتغير الاحداث السيني. انت شو مسمي الاحداث السيني؟ طبعا المن تغير الاحداث السيني مال نقطة M؟ طبعا لا استاذ، مال النقطة اللي قاعد تتحرك. إذا مال نقطة M للنقطة M اللي هو dx over dt، هذا المجهول عندما يكون x 4، أي شيء معطى بعد كلمة عندما يكون يعوض بعد الاشتغال. خطوة رقم 1 خلصناها. نجي خطوة رقم 2، أنا من قسمت لك الموضوع وقلت لك خطوة رقم 2 بالأسئلة المتعلقة بالقطوع المتكافئة ما عندك غير قانون المسافة بين نقطتين. هو أنت ايش عندك يسرد ضوء؟ عندك نقطة بنقطة بمسافة بيناتهم، إذا المسافة بين نقطتين العلاقة الرئيسية اللي تربط متغيرات السؤال. أستاذ شنو المسافة بين نقطتين؟ تحت الجذر x ناقص x الكل تربيع زائد y ناقص y الكل تربيع. يعني باعوا وياي، حكتب الاس اللي هو المسافة بين النقطتين تحت الجذر، هذا الاكس ناقص 7 الكل شنو؟ تربيع زائد واي ناقص واي، هذا واي وهنا جذر واي صفر، اذا واي ناقص صفر الكل تربيع. هذه العلاقه الرئيسيه. بعد سويت فتحت التربيع، اكس مربع الاول هذا اكس تربيع، 2 في الاول في الثاني، 2 في 7 14، في اكس ناقص 14 اكس، زائد مربع الثاني 7 تربيع 49. خلصنا هذا القوس الاول، واي ناقص صفر، واي ربعه يصير واي تربيع. خطوه رقم 3 استاذ، تعال 1 2 3 استاذ، عندك ثلاث متغيرات. ما دام ثلاث متغيرات نوقف عند خطوه رقم 3، قد احد المتغيرات الثلاثه لازم ينشال. الطريقه السهله شو نسوي؟ دي اس على دي تي، انا مو عندي اس واكس وواي، اقول دي اس على دي تي ودي اكس على دي تي ودي واي على دي تي. حاجه اشوف عندك دي اس على دي تي بالسؤال بالمعطيات خطوه رقم 1 عندي ستار، اذا الاس لازم يبقى. عندك دي اكس على دي تي ستار هو اللي يريده، لازم 100% الاكس ايش فيه؟ يبقى. عندك دي واي على دي تي لا، هو اللي يريده لا، اذا الواي لازم ينشال. تجي تفكر ويا نفسك، هل الواي انت قلت لك من الشيء اللي ينشال لو اكو رقم ثابت تعوض، لو علاقه بينه وبين صديقه مصفر؟ زين خلينا نفكر انا وياكم، من النقطه ام قاعد تتحرك، هل احداثي واي حيظل ثابت؟ طبعا لا 100% لا، لانه باع المنحنى شلون؟ باع النقطه تجي هنا احداثي اكس واي يتغير، اذا مستحيل تلقى قيمه ثابته للواي لانه مو ثابت.
زين استاذ انت قلت من شيء انشاء لو ثابت نعوضه لو القى علاقه بينه وبين صفه منو صفك يعني الاكس زين مين يجيب العلاقه انت باش كاتب شو اسوي بيها وعايفها على صفحه هاي العلاقه هي انا العلاقه مال قطع المكافئ موجوده عندك صح هي علاقه بين الاكس والواي انا الما لازم اشيل لازم اطير الواي تعال وياي الواي تبيع شو يساوي 4 اكس هذا الواي تبيع شو اعوض بمكانه اعوض بمكانه 4 اكس فتعال هنا نضرب هاي خطوه عندنا رقم 3 اكس تبيع موجود 14 اكس موجود 49 موجود شلت الواي تبيع شو اعوضت بمكانه 4 اكس لان هو ما رايد معدل تغيره ما رايد الدي على دي واي على دي تي ولا منطينيها طيره باوي هسه من نجي انت وياه هناك لسيا خطوه رقم 3 خلصت خطوه رقم 4 شو تقول خطوه رقم 4 شو تقول ذكرني بيها نشتق طرفي العلاقه بالنسبه للزمن باوي ما دام جذر هذا طبعا احنا سويت بس باوي يا طلاب انت وياي ناقص 14 اكس وزاد 4 اكس ايش قد حيصير حيصير ناقص 10 اكس ناقص 14 اكس وزائد 4 اكس حيصير ناقص 10 اكس زائد 49 زين ما دام باوي ما دام جذر من اشتق اول معادله عفوا اول محاضره ايش قلت لك من تشتق الجذر شق قبل المشتق احنا هسه خلصنا خطوه رقم 3 هاي بس مجرد تبسيط 14 اكس 4 اكس بقت 10 اكس هسه خطوه رقم 3 لازم اشتق صار قبل لا تشتق شق قبل المشتق شنو معنى شق قبل المشتق لازم نحول الجذر الى اس كسر هذا الجذر تربيع شو يصير اس واحد على اثنين اجي من اجي اشتق هسه اربع خطوات الاس نص القوس نفسه ينزل الاس ناقص واحد واحد ناقص اثنين سالب واحد على اثنين هاي خطوه رقم ثلاثه في مشتقة داخل القوس اللي هي مشتقة الاكس تربيع 2x وناقص 10x ناقص 10 ما دام اشتقيت بالنسبة للاكس تخلي دي اكس على دي تي طبعا انا اشتقيت هذا ونسيت الاس بقى من تجي تشتق طرفي العلاقة بالنسبة للزمن قلنا شقة قبل المشتقة فهاي بعدني كل شيء مسويه يعني بس شقة حولت اس كسر مشتقة الاس واحد شو اخلي؟ واحد دي اس على دي تي لان انت اشتقيت الاس هذا قوس مرفوع الاس واحد اثنين ثلاثة اربع خطوات لا تنسى ما دام هنا المشتقة داخل القوس اشتقيت بالنسبة للاكس تخلي دي اكس على دي تي خطوة رقم 5 عوض حتى تلقى المجهول قبل لا اعوض ضع شرط هاي هواي طلاب يغلطون بالتبسيط مع انه انت تحلى مره مرتين بيدك بعد هاي اي اس سالب وكسر ينزل جوا شو يصير؟ يصير جذر اي اس سالب وكسر انزله جوا ويصير جذر هذا 2 اكس ناقص 10 هيانه الاثنين جوا هيانه هذا ما دام الاس سالب لازم انزله جوا حيصير هذا القوس اس نص الاس نص شنو معناه؟ اترجع جذر انا قلت لكم من تشتقون الجذر قاعدتين شقه قبل المشتقه والدنيا دواره شنو الدنيا دواره يعني راح يرجع شنو راح يرجع جذر لا تكيف انت حولته اس كسر بعدين راح يرجع لازم جذر فهذا شلون نزل هنا لان الاس سالب نزل جوا شلون صار جذر لان الاس كسر ايش بقى هسه المجهول مالتك دي اكس على دي تي خطوه رقم 5 لازم نعوض استاذ عندك دي اس على دي تي عندي يا عندك الاكس عندي يا تعال عوض على كيفك دي اس على دي تي 0.2 وين 0.2 ذاك المطر السؤال الاكس ايش قد اخلي بمكانه 4 2 في 4 هاي بمكان الاكس ناقص 10 4 تربيع 16 ناقص 10 في 4 40 زائدا 49 دي اكس على دي تي 0.2 نزلت هنا بسط هنا 2 في 4 8 ناقص 10 سالب 2 بقيها 49 طير من عندها 40 تبقى 9 ويا 16 تبقى 25 اذا 2 في جذر 25 طيرت لك 2 ويا 2 فوق ايش بقى عندك؟ بقى عندك سالب 1
جنرال 25 ايش قد؟ 5. اذا هذا الـ 0.2 نزل سالب 1 هياره، جنرال 25 ايش قد؟ 5. بقى منو؟ دي اكس على دي تي. نضرب طرفين في وسطين، صح ولا مو صح؟ هاي 5 تنضرب في الـ 0.2، 5 في 2 10، عندك فارزه، يعني هنا ايش قد حيبقى؟ راح يبقى لك 1 طالع تالي. دي اكس على دي تي، ايش راح يصير؟ دي اكس على دي تي ايش يصير؟ 1 على سالب 1، 1 على سالب 1 كيف يطلع؟ يطلع سالب 1 يونت على سكند، فعلى كيفك من تبسط الى المعدل نقصان الاحداث السيني طبعا، ما دام طلع سالب معدل نقصان الاحداث السيني هو 1 على سكند. فهذا طلاب هو السؤال المتعلق بالقطع المكافئ. بعد اكو سؤال ثاني راح احل لك اياه ويا الاسئله الوزاريه ان شاء الله. انتبه لي هسه هنا اللي اريد اقول لك اياه، اول شيء لازم تبدي تفهم السؤال انت، صح؟ احنا عندنا 5 خطوات بس افهم على شرحت لك اياه بالبدايه، بعدين يلا حل السؤال. بقى لنا اخر قسم اللي هو السؤال المتعلق باسئله الدائره. نجي بقى لنا اخر سؤال واخر موضوع من المواضيع الخمسه اللي قسمت لك اياها المعدلات. هذا التقسيم طلاب الك يفيدك، قسمت لك اشكال هندسيه، أسئلة السلم اللي مثلث قائم الزاوية، مسار الظل، مسار القطوع، ذيك كل واحدة طريقة قانونها، وقلت لك شنو الملاحظات اللي بيها. هذا الموضوع الأخير أسهل واحد لأن يعطيك المعادلة ونقطة خطوة رقم 3 يجوز ما تحتاجها ولا تحتاج رسم، أسهل واحد بيهم. بس هم راح أشرح لك إياه، أنا مسميه مسألة الدائرة. أكو سؤال بالكتاب وسؤال جابه وزاري مغير معادلة الدائرة. هذا أصلاً ما يحتاج حتى نقرأ مرتين لأنه حتى الرسم ما راح نرسم. والمعادلة منطيني اياها. شو يقول لك السؤال؟ وهذا طبعا ثاني سؤال، اكو بعد قلت لك سؤال مال قطع المكافأة احنا كان ان شاء الله وزاري، هذا ثاني سؤال ما يقول لك جد معدل، سلمت الاسئلة جد المعدل الزمني راح يطلب نقطة، باع وياك. جد النقطة التي تنتمي للدائرة وهذه معادلة الدائرة. معادلة الدائرة هي حتكون المعادلة او خطوة رقم 2، نكتب علاقة تربط متغيرات السؤال قلنا. جد النقطة اللي هي اكس واي التي تنتمي للدائره معادلتها والتي يكون عندها، هسه انا سويت قلت النقطه اللي انت تريدها انت اكس واي هي هاي النقطه المجهوله هنا، هي النقطه اكس واي تنتمي للدائره مالتك. شبيها شو وقت تريد هاي النقطه؟ الف نقطه تكون للدائره، صح؟ كوما كل نقاط للدائره. شو وقت تريد النقطه؟ يا نقطه تريد انت، تعال يا نقطه فهمت، من تريد النقطه التي تنتمي للدائره افتهمت، والتي يكون عندها المعدل الزمني يعني دي على دي تي لتغير اكس، المعدل الزمني لتغير الاحداث السين شبيه يساوي بعد السؤال المعدل الزمني دي على دي تي لتغير واي بالنسبه للزمن. اذا قال لك اريد النقطه اللي تنتمي للدائره واكو شرط لازم يكون دي اكس على دي تي يساوي دي واي على دي تي، وقال لك لا حاجه للرسم مثل ما كانت لك يا انت امشي على هاي الخطوات. خطوه رقم 2 معادله الدائره تجيبها نفس ما هي، هو معطيك اياها معادله دائره اكس تربيع زائد واي تربيع زائد 4 اكس ناقص 8 واي يساوي 108، هاي خطوه رقم 2. خطوه رقم 3 كم متغير عندك بالسؤال؟ عندي متغيرات 2. خطوه رقم 3 ما تحتاجها راسا، اروح اشتاق خطوة رقم 3 من هنا ما نحتاجها لأنه متغيرات هي بس اكس واي، واي تروح بوجهك، نروح على خطوة رقم 4 نشتاق طرفي العلاقة بالنسبة للزمن. مشتقة الاكس تربيع ايش قد؟ 2 اكس، شو اسوي؟ شو اخلي؟ ما دام اشتقيت اكس تخلي دي اكس على دي تي. مشتقة الواي تربيع ايش قد؟ 2 واي، شو تخلي؟ ما دام اشتقيت الواي تخلي دي واي على دي تي. زائد مشتقة ال 4 اكس 4 شو تخلي؟ دي اكس على دي تي لان اشتقيت اكس. ناقص 8 واي اشتقها ناقص 8، لا تنسى اشتقيت واي تخلي دي واي على دي تي، واشتقت 108 هي 0. هذا بقى كله تبسيط خلصت عليه. هذا اللي عندي اشتقى طرفي العلاقه بالنسبه للزمن. زين تعال استاذ، لا عندك اكس، لا عندك واي، لا عندك دي اكس، لا عندك دي واي، شنو اللي حتطلع احسنته؟ على كيفك وياي. اول شيء قسمت المعادله على 2، هو انا ايش داري تخلي بالي؟ داري اكس واي النقطه التي تنتمي للدائره ويكون عندها المعدل الزمني لتغير الاحداث السيني يساوي المعدل الزمني لتغير الاحداث الصالبي.
السوي قسمت المعادلة على 2، هاي 2 x صارت x، 2 y صارت y، 4 صارت 2، وناقص 8 صارت ناقص 4. زين، جبت الشرط مالتي، انا عندي dx على dt ودy على dt، راح اسويها لوب دلاله دي اكس على دي تي، المعادله كلها لوب دلاله دي واي على دي تي. شلون؟ لان هو قال لك دي اكس على دي تي يساوي دي واي على دي تي، فحخلي لك دي اكس على دي تي بمكان كل دي واي، يعني تشيل دي واي على دي تي، شو تخلي هنا؟ تخلي دي اكس على دي تي، تشيل دي واي على دي تي، شو تخلي؟ تخلي دي اكس على دي تي، بعد ما معادلتك صارت دي اكس على دي تي، دي اكس على دي تي، دي اكس على دي تي، دي اكس على دي تي. كل حد من حدود المعادله صارت بيها دي اكس على دي تي. اقدر اقسم الطرفين على دي اكس على دي تي لو ما اقدر؟ طبعا من هنا صفر، وهنا انت كل حد عندك دي اكس على دي تي. اذا حنقسم الطرفين على دي اكس على دي تي، لهذا وحدت. واحد يقول استاذ يصير اشيل دي اكس على دي تي ابقيها بدلاله دي واي على دي تي؟ نفس الشيء، احنا بالاخير المهم راح تطير كلها. لو تطير دي اكس على دي تي، لو حطيت دي واي على دي تي، اذا انت حسب ما شلون تبدل. منا ايش حيبقى لك؟ حيبقى لك بس اكس، منا بس واي، منا بس 2، منا بس سالب 4، وهذا صفر. قسمت الطرفين على دي اكس على دي تي. 2 ناقص 4 هاي بقت ناقص 2، هذا اكس زائد واي ناقص 2 يساوي صفر. وديت الاكس والسالب 2 منها، صار 2 ناقص اكس، هاي معادله رقم 2 صار مو معادله رقم 1. بس احنا اوكي نريد نطلع اكس وواي، سويت لي معادله بدلاله اكس وواي، اذا لازم نجيب معادله الاخرى بدلاله اكس وواي حتى احنا كيف بالتعويض. معادله الدائره نفسها تعتبرها معادله رقم 1، اللي هي معادله بدلاله اكس وواي. اذا انحلت سالفتنا، ما دام عندي معادلتين بدلاله اكس وواي بالتعويض بالرياضيات. بمكان كل واي خلي ببالك راح تخلي 2 ناقص اكس، الاكس تربيع هيام وانا بحفظ هذا الاكس تربيع، الواي تربيع، شو تخلي بمكانها؟ مكان الواي تخلي 2 ناقص اكس، دير بالك واي تربيع، تخلي شنو؟ الكل تربيع، هذا قيمته راح يحفظه. الواي هو 2 ناقص اكس، الاكس تربيع نفسه، الزائد موجود، بمكان الواي شو تخلي؟ 2 ناقص اكس، دير بالك تربيع، زائد 4 اكس نفس ما هو. ناقص 8 مكان الواي شو تخلي هناك؟ تخلي 2 ناقص اكس، وبس نبسط. هذا الاكس تربيع نزلته، هذا نفتح التربيع، مربع الاول 4، 2 في الاول في الثاني، 2 في 2 4 في الثاني، هاي يصير سالب 4 اكس، زائد دائما مربع الثاني زائد 4 اكس، وزع ناقص 8 في 2 16، أو ناقص 16 ناقص 8 في ناقص x زائد 8 x، وهاي 108 نفسها مع المعادلة تنساها، حيروح سالب 4 x وهي موجب 4 x، x تربيع زائد x تربيع 2 x تربيع، ومناش عندك 8 x، ال 108 تجي هنا، هذا ال 108 تجي هنا، شو تصير؟ تصير سالب 108، احفظ بقى وياي، سالب 108 وسالب 16 وموجب 4. سالب 108 هنا جبتي هيانا وياهم، سالب 108 وسالب 16 وموجب 4، الناتج كله يطلع سالب 120، تمام؟ يساوي ايش قد؟ يساوي صفر. قسمت الطرفين على ايش قد؟ على 2، حيبقى لك اكس تربيع، ومنها يبقى 4 اكس، وال 120 ايش قد تبقى؟ 60. شنو هذا؟ بالتجربه احلها، اكس باكس، موجب بالموجب موجب، موجب بالسالب سالب. الستين مين جاية؟ جاية من 10 في 6، هاي أساسيات مريضات بعد لازم تعرفها أنت. أما x زائد 10 هسه يساوي صفر، الاكس ايش قد؟ الاكس سالب 10، أو x ناقص 6 يساوي صفر، الاكس ايش قد؟ 6. أنا أريد x وواي أشيل السالب 10 وأنا أوديها هنا مكان x، 2 ناقص ناقص 10 حصل 2 زائد 10 ايش قد الواي طلع؟ 12. اشيل ال 6 وانا اخليها هنا، 2 ناقص 6 سالب 4 طلعت الواي سالب 4، اذا النقطه سالب 10 ب 12 و6 بسالب 4. اذا تنتبهون على هذا السؤال طلاب، اغلبيه التبسيط، يعني تشوف انت مو كلش له علاقه باللي شرحت لك اياه والملاحظات اللي اعطيتك اياها، اغلبيته منا له او منا له، منا له كله تبسيط. سويت هذه المعادله مطيناها، بس اشتقيت طرفي المعادله بالنسبه للزمن، هنا قسمنا على 2، هنا شلت كل دي واي على دي تي، خليت دي اكس على دي تي،
وراها قسمنا الطرف وين على دي اكس على دي تي. هذه المقا رياضيات شلون تطلع اكس واي. سوينا معادله رقم 2 معادله رقم 1 هي مال دائره، عوض وحده من الاخرين. هذا اللي لازم انت تسويه. فهاي الصبوره كلها ترى عباره عن تبسيط تجربه ما تجربه او ما او. فهذه انتبهها مو مثل ذيك الاسئله، قليل يجي هذا السؤال. هذيك الاسئله كانت صدق تحس يعني كلش معدلات منتظره بالزمن، مو مثل هذا. هذا تعتبر عباره عن تبسيط ترى، تحل السؤال الثاني اللي موجود بال جاي وزاري. بعض الطلاب هسه ايش قد صار ساعتين ونص خلصت لك كل امثله الكتاب وشرح وملاحظات. راح اكمل لك. انتم اذا عندكم سؤال مثلا تشوفوه صعب كتبوه بالكومنتات، كتبوه بالكومنت مال المعدلات المرتبطه بالزمن المحاضره الاولى والثانيه، كتبوه استاذ اشرح لنا هذا السؤال حتى احسب حسابي بالوزاري شنو الصعب عليكم، تمام؟ فنشوفكم وين بمباراه الترول ومباراه القيمه المتوسطه.